ما اجي والله ما عرفتش هنايا قال لي اكتبها قال لي راهي الخمسه واحد قال لي واش هي العاديه عادي صبار بالامازيغ ودابا كنتمنى من عند الاخوان اليهود المغاربه يكتبوها لي بالعبريه اللوز ابي بار كتبوها لي بالعبرية اللوز ابي زبار هذه الأغنية صيفطها لي داك الحسن أغمار أمغار الحسن أمغار أبغي صيفطها لي قال لي خدمها لي لأنه هو محامي وأنا غير بارمان عشتي الحقرة
انتم ما وصلناش بكم لا نشوف شي حاجه اخرى نخدموها لكم باش نشطوا اليوم حكي جاي فوكسنا اليوم هاد الليله ديال شعلة بو علا فهمتي هاد الليله هادي فهمتي هذا فيها وانا هذا ندير على خوف كما قلت لكم درنا لكم شويه الاغنيه الناس البول هذا شويه الاغاني درنا لكم المناسبه ديالها اللي دابا اللي جاني هو واحد السيد بلا نشكرو السي الحسن اغمار داك الشلح شليح هو العادي اللي كتب لي عاوتاني هو صيفط لي الاغنيه ديال البارمان معني جاني واحد ديك البرا ماشي البرا من عندي الفاكتور ديك البرا تجي في الماكينه ديال هذا المروكي واحد كتب لي في الماكينه هذا اسمه سيدي خالد حامس وقيله ديالو ماشي ديالو معني هذا شي صيفط ليا انا غنوريكم كل شيء باش تشوفوه باش تعملوا لي شويه ديال ديروا لي شويه ديال هذا قال لك هو العميد ديال ديك الكليه اللي فيها الفساد هذا خالد حامس ايوا خالد حامس واش جاب لي خالد حامس معليناش قال لي مشى قال لها الفرقه الوطنيه واش من الفرقه الوطنيه معنا لا فرقه لا والو في المغرب اش من فرقه عندنا والو وليتي شوها المصريين ضربوكم وشنو من الفرقه ديال الفرقه الوطنيه وقيل يقول البوليس قلت له سمو المروكي قال لي البوليس قال لي قول لي روح يقول المروكي قال لي حتى سمع المخبر قال لي مشي للقحبه باقي يهتز فينا قال لي حيد 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 اسمو حيد اسمو هذا الفيديو من القناه واش نحيد من القناه واش القناه ديالي راه ديال الاعضاء اللي صوتوا عليا 99.99 راهما اللي خصهم يحيدوا الفيديو انا والو انا غير بوهالي ها بوهالي ماشي داك الجنرال اللي بغى يدير الانقلاب ديال اسمها ديك الصخيرات ولا هذيك اللي خوا بيه اوف كان ماني اش نكذب اي شيء ديال العسكر ما ندخلش فيه نخلي القائد الاعلى السلطه محمد السيد هو اللي يتكلم باش يمشي سوق ديال البوهالي ماشي بوهالي غير انا مثلا انا بوهالي ديال هنايا ديال هذا البار هذا فلهذا كنقول هذا
هذا هذا هذا خالد حميس قال لك او شوف الى السيد بن فاطمي حسان صاحب القناه باليوتيوب شوف لك بصفتي انا خالد حميس عميد كليه الحقوق بسلا نحذر سيادتكم باتخاذ اجراءات ضد حقيقه الله تيت كنتكلم معاه بالعربي بحال شي محامي غنشوف لي مالك اسمه نحسن امغار هذاك حقيقه بعد اتهامك لنا بالاختلاس وعدم الاهليه واش بالاهليه يعني ولا في الحرب والغش والرشوه كما انه قد تم رفع دعوه قضائيه ضد سيادتكم بملف ناري ناري المحكمه العامه للكوميسيريه لك 9790 نقطه 89 هذا الملف عنده نشوف دابا الكوميسيريه دابا بهذا الشكايه ديال اليوتيوب لحقوا 9790 89 ولا شحال هي بلاتي نقول نترجموها بالعربيه 979,089 كلاش عمل النقطه ما نياش ستاخذ مجراها ولا بحال الفايده اللي وقع في ديك المعمديه مجراها الضرب اللي وقع فيها قال يقول مجراها ميتي في الماء مجراها كاعدا المجرى في الدار التحتاني كاعدا المجرى ما تصبش من الفوق من الضوايه تدهو ديريكت المجرى مجراها ستاخذ مجراها الفرقه الوطنيه لمكافحه الجريمه الالكترونيه واش هذو الجريمه نتوما مضربين معاك ديال المغرب اما حنا ما عندنا جريمه حنايا نعلمكم انه يمكن التواصل دخلنا تنازل الشهاده الطبيه التوصل الى تسويات وذلك بحذف الفيديو الذي يسيء الى سمعه الكليه واش من الكليه اللي شمس مع ميسي كي بي سابق الدريه هذا ولا فاكين كونسنتريشن كامل ماشي بقاش الكليه ماني انا ماشي سوقي دي وشخصيتي عندك الشخصيه ديال الكلب عندك الشخصيه تتبيع الدبلومات ب 4000 درهم هذه هي الشخصيه اللي عندك هاكم معكم الشخصيه تاع الحكومه راه كلهم شخصيات وهاد القحاب وذلك بمقابل مادي ناني نشوف المراكش باقي شويه الصرف يدور معاه سنتفق عليه بعد امحاء الفيديو باش نمحيه بالقوم ولا باش هادي خربق هانتوما هيا شتوا تشوفوا هيا بلاتي نكبرها شويه شوف هذا اسمه خالد حميس وكيما ما عرفتش كيفاش هذا خالد حميس واللي صيفتها خالد مي اش من خالد مي معليش هو اللي صيفتها يعني هذا خالد حميس ملي هو التحذير من التحذير ايوا حنا جاوبنا يعني حنا مأدبين لو واحد كتب لي تنجاوبو انا جاوبت شوف الجواب ديالك شوف مع المروكي وسيرت نعس ديك الساعه 4 الصباح شوف مع المروكي وسيرت نعس ما تصدعش ليا كري هذا جاوبتو بعدا باش يعرف بان راه حنا في اتصال يمكن نلحقو التسويه نتاو ندورو معاه باش ما يدعيناش هو ما عرفش بين المروكي عنده ليل مع المخابرات يجو يدير مشدو هو ولكن انا ما عرفش اللي خسر الفلوس يصيفط لي لاكارت ناسيونال ديالو صيفط لي لاكارت ناسيونال ديالك ها من هاد الجهه ومن هاد الجهه ها صيفط عليا وصيفط لي الكونت بانكير ديالك باش نخشي لك ديال الفلوس نتي اللي غادي نديرو التسويه غنديروها بين المعهد العالي الملكي الشريف تاع السكيري عبر العالم لا فهذا خصنا نعرفو شكون نتايا باش كل شي واحد بغي يعمل لنا شي حاجه تخاوي الحمله قبلوش تخاويها فلهذا صيفط لي العنوان ديالك وصيفط لي لاكارت ناسيونال ديالك وتيقن بان فيه العنوان اللي فيه هو العنوان اللي ساكن فيه والكونت بانكير ديالك منين باش نبدا نخشو لك الفلوس من هنايا دابا حنا ولي خدامين معاك انت تبيع في الدبلوم ما يعرف دير اش ما نتفقوش بيع البعين واحد الدبلوم البعلى عليا المغربي اش بدي الدكتور ولا بدي الماستر صيفط لواحد الدكتور المغربي وداك المغربي توصل لي واحد توصل لي ماستر هذاك اللي حتى في ماستر في الناس ونصيب لي اللي عطى الله اللي شي حاجه صيفطوا لي ونديروا معاك الثمن نعطيك 10000 درهم في ثلاث ديبلومات صيفطهم لينا وصيفطهم لينا يا خالد خميس سي تقوى سي ضحك مع شي واحد سير نحرش عليك الحسن امغار راه محامي لك نقدر ندور معاه ويحامي عليا لدى المحاكم في ديك المحكمه العليا
كاين الابتدائيه والاستئناف العليا وكاين الاخرى ديال الطعن دي معك موس ديال الطعن بعباد الله. ايوا هذا غنتكلموا على هذوك اللي يخونوا لاكي سوسيال وصندوق الضامه ولا شي ما غنتكلموا عليهم من بعد اللي ما عندناش الوقت دابا اللي غنمشيو نحاولوا نديروا شي حاجه فهمتي. فلهذا انا عملت الواجب ديالي كمواطن، خدمنا لكم شويه الموسيقى، تكلمنا لكم على هذا اللي ما تيهدد فينا التهديد غادي يدعينا راح تقود هذا ولا بدعي لي مرحبا بك. كاين العداله في الانجليز، علاش مصدع راسك مع الفرقه الوطنيه؟ اجي هنايا سير عند سكوتلاند يارد قول لهم هذا اللي قال واللي قال وخليهم يتكلموا معايا ونمشي نحضر هنايا ونهدو ندي معايا المحامي ديالي وندي معايا الشهود وكل شيء ونجيب لك مترجم يترجم عليك وصافي. وهنا علاش تصدع كراك في المغرب تمشي على الفرقه الوطنيه؟ الفرقه الوطنيه خصها تتفاعل هنايا وهنايا. اجي ديريك هنايا، اجي هنايا سير على التامبون، اعطي لك المحامي تما واحد 5000 بون باش يبدا ما يساوي 6 مليون مغربيه وياخذوا لك الدوسي. الدوسي ولا فهمتي وجي لك ساعه فاكين لكن توصل عميل اش من عميل؟ عميل بالشهاده مزوره ما تعرفش تكتب لها البرا، ما تعرفش تكتب لها البرا. هذوك اللي كاينين فوق الحبوس تيكتبوا احسن منك. سير تقود تصدع عليك راه بدا الدار معك دابا واليوم الجمعه خصني نفرح والدي على ربي وجي عندك هنايا. قال لي واحد عجبني ذاك الكاسكيت، لا عجبك ما تاخذوش هذه القناه ديال مو فهمتي. الله يخلي لي ولادي يجيبوا لي الكاسكيت، يجيبوا لي الكاسكيت تنتبرع في الكاسكيت تنتبرع انا. قال لي واحد سميك من الكاسكيت لا حاجه ما ناخذش السميه ديالو لان داك السيد مسكين بالحبس ما نتعداوش عليه فهمتي. الله يطلق خسره مو الكاسكيت صيفطوه على والو. دابا داروا لي كيما بغا يدير لي هذا الحمار يمشي عند الفرقه الوطنيه، والفرقه الوطنيه عند العداله والعداله يشوفوا هذيك وسيتكم 4 سنين ما عليهش. فلهذا غنودعكم وغادي نخليكم تبقوا على خير وهذا فهمتي، بلا ما تصوتوا عليا بلا ما نصوت عليكم فهمتي. والاخوان ديال الفيسبوك نشجعكم ديال الفيسبوك كملوا على العمل ديالكم. راه ما تعلقوا، راه ما تزوقوا، راه ما تحلقوا ولو ما جابش الله. انا مع الفيسبوكرز ومع هذوك اسمهم ستاف تشات انا ماشي نقول لهم هذوك كتبوا عليا وشدوا فيا القشابه. شدوا فيا القشابه راكم ديروا اللي يعجبكم. انا الحريه، انا ما ندعيكمش، انا ماشي بحال هذا الحمار ديال العميد ديال كليه الحقوق ديال السلع. هذاك السعدون تكلم معاه قول لي يمشي قولي فاقد عليه من الصداع ونحرش عليه المخابرات يبحثوا عليه ميجو من ليك هذا. شتي حنا لحقنا 18 قرن 20 دقيقة غنمشي بحال هذي بلادي نقول لكم بسلامة 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 بسلامة. أنا غادي أنا خارج، أنا جيت الحق ما عطاني والو. أنا سمي عبد الرافع عندي غير قريمة عطاها لي تاخذ قريمة وتاخذ الإعانة من عند الحكومة. أبارك على سي عبد الرافع. شو قول ولادك تاكل فلوس ياك ولادك هنايا مفرتين وداك عويطة ختو هاد ختو اللي كاين تعيش هنايا في الإنجليز. ايوا انتم بغيتو تاخذوا كلشي معليش ماشي توقف لك شي ديال العائلات ما ندخلش فيها انا والو ما كاين والو لا لا استخلال لا ودا مشيتي لي مشيتي لامريكا وقاوتي حشمتي بولدك انت وداك اسمه الاخر داك الاخر داك اسمه هذاك من حاط على شنو داك ديال الراب هذاك المغربي تا هو بسيطهم في امريكا ما قالوش علاش صيفطهم لانه تحرشوا تحرشوا مي خافوا يتشودوا ما شدوا الطياره وجا بحالهم المغرب. وكاين شي واحد يكره الامريكان يبقى حدا مرتو حدا ولادو وشبعهم بقى وشبع بيره تما قال لك حاجه كان بغى يشدو في الامريكان. نقول لك بجوج هما هذوك هذاك بات عبيطه وبات هذاك اسمه الاخر باش تقول ما عرفتك هذاك المغربي اللي تيعيش في فرنسا ولا في الامريكان ديك الرابا هذاك تا هو قال باواتهم قودوها في الامريكان خليهم قد تحمى عليا الله يرحم باك. قال لك حاجه جيت من الامريكان ولدي مسخون ما كاين ولدك ما مسخون ما والو كنت خلطي السوق راسك وريحتي في الامريكان وختي الفيزا وختي كل شيء وريحتي مع مرتك. مره سيد دوك البيران ديال السكيريا دبلك عيش وحده تما تريني فيها وصافي حسي مسي عين ما شاف قلبه وجع فهمتي. غادي هي لاكوت ولاكوت فيه ولادك عاقوا بك فهمتي. الف السلام عليكم الله يعاونكم والله يطول عمركم فهمتي. حنا ما نتكلموش على عباد الله حاجه واليوم الجمعه فرحوا والديكم على ربي والفاسدين الله يلقيها لدين ممك على زعله انتم امين. وتحيه للاخوان ديال اسرائيل اللي تكتبوا لي تحيه. اليوم غنتعزى عليكم نعزي على دوك الفنانين اللي ماتوا مساكن تحيه الله يرحم بكم. كتبوا لي بالعبريه اللورز ابيزبار ها بسلامه.